أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل الخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سنابل الخير. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لإيصال رسالة إنسانية لكثير من الحالات التي تعاني من ويلات ومرارة الحياة. مشاهدين الكرام، خلونا نتعرف على حالة اليوم. نشمي يحيى الذي يعاني من ضمور في الدماغ. ما أصدق الطفولة والبراءة، إنهما عنوان الإنسانية. فجمال الطفولة خلوها من الهموم والأوجاع، وحياة تملأها الابتسامة والفرح. وقصتنا الأولى اليوم للطفل نشمي يحيى في 9 من ربيع عمره، الذي أظلمت عليه حياته باكرا، فهو لم يعرف ماذا حل به. أهلا بكم مشاهدينا، نحن الآن مع والدة وجد الطفل نشمي الذي يعاني من ضمور في الدماغ. خلونا نتعرف تفاصيل أكثر عن مرضه وحياتهم. كيف حالك؟ الحمد لله. من وين أنتي؟ نرحب. كم لك في داخل صنعاء؟ 7 سنين. من بداية المرض يعني جيتي على أساس العلاج أو جيتي عشان تسكني؟ بداية المرض. يعني علشان العلاج جيتي؟ أيوة. يعني من بداية المرض؟ أيوة. يعني هو اتولد وهو مريض؟ أيوة. طيب كم معك يا أطفال؟ نشمي وأميرة. بنت وولد، كم أعمارهم؟ البنت من 6 سنين والولد من 7 سنين. البنت تدرس؟ لا. ليش ما تدرس؟ ما فيش ولا حاجة. يعني قصدك على أساس أنه ظروفك صعبة وأنتي مش قادرة أن أنتي تدرسيها؟ أيوة. وفين أبوهم؟ أبوهم توفي في مصر، مرض السرطان. يعني أبوهم سافر مصر على أساس يتعالج ومات؟ أيوة. كم لهم من لما توفى؟ 4 سنين. الله يرحمه. والدة نشمي أرملة لديها بنت وولد، تحملت مسؤولية طفليها وتربيتهم، لكنها لم تستطع الإكمال وتكالبت عليها الهموم والأوجاع. لكن جد الطفل أخذهم لمنزله لرعايتهم منذ فترة، رغم أنه يعمل أحيانا كعامل بالأجر اليومي، وأحيانا يتوقف لكبر سنه حيث يعاني من الروماتيزم بالعظام. كيف حالك؟ الحمد لله. يا عم عبد الله، أنت من لما توفى زوج بنتك هل أنت اللي تكفلت بمصاريف بنتك ومصاريف علاج ابنها؟ نعم نعم. طيب أنت إيش تشتغل؟ أشتغل عامل. عامل يعني أجيب خلطة ولا بلوكة ولا أي حاجة. بالأجر اليومي؟ بالأجر اليومي. طيب إذا ما توفرش العمل، مثلا ما فيش بناء أو خلطة، كيف تعمل؟ والله ما الحمد لله يعني ما في قد ما فيش. يعني إذا ما فيش ما الأمور يعني تعبان شوية، صعبة، حس ما بشتغل. وكيف تتصرف يعني بما أنك الآن مسكت عائلتين، عائلتك الأولى وحاليا بنتك هي وعيالها؟ التين دين يأخذ لي والله ديون على ظهري. دي. كم عليك ديون متراكمة؟ يعني هكذا حول 50-60 ألف. هذه ديون المعيشة يعني الأكل والشرب؟ حق الأكل والشرب نعم. طيب ومصاريف علاج ابن بنتك؟ والله ما بش مدخول يعني نتربى لما نجيب اللي فعل خير. طيب وكيف تعمل يعني بالمصاريف لما ما تتوفرش؟ والله لما نفر ما بالله ديون اخذ دين يعني من راعي محل من قريب. هذا انتم مستاجرين؟ لا بالنسبه لي انا يعني معي بيت. بنتك مستاجره؟ ما بنتي عندي، بنتي عندي هي وعيالها. يعني بعد ما توفى زوجها انت اخذتها للبيت؟ انا وبين عايشانه اكلها يعني ما اكلت معي. طيب كم معك اولاد؟ معي اولاد، انا معي 4. كم بنات وكم عيال؟ 4 عيال و4 بنات. البنات يعني زوجناهن خلاص رحنا لهن، والعيال كل واحد يعني بشقى على عياله. يعني قدهم كبر ما شاء الله. ايه قدهم كبار. يعني كل واحد يشقى على عياله، ما فيش حد يساعده؟ ما فيش حد يساعدي والله، لو تقول لي شربة ما يجيبها. لا انا يعني اشكى انا بعرقي، انا اكل يعني بنتي وشفتي. طيب بحكم ان انت كبير بالسن يعني وتروح تشتغل، هل انت تعاني من امراض؟ اعاني من امراض في الركب، من الضعف ما عاد يعني ركبك فيها الروماتيزم؟ فيها الروماتيزم نعم. اني اعاني اني اصير اشتغل
من يجيب لي؟ ما بالله سير امشي امشي يعني ما اذا اشكى على عيالي مع البنت وامها. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ محمد حزام الشطواني. ايش تقرب لهم؟ هذا الولد الحاله هذا بنت ابن بزيتي بنت اختي. طيب ايش فيهم يعني ايش في ظروفهم؟ والله ظروفهم صعبانه وحالتهم تعبانه وما يجادوا والشيبه ما عاد بيقدر يشتغل ولا اذا عنده ركبه عنده رماتيز والبنت حالتها تعبانه والولد ما يجادوا حق العلاج نناشد دفعة فاعلين الخير اني بزوها الخارج يا اخي الخارج يعالجوه او يعالجوا في اليمن ولا في الخارج ولا فين ما وقع القصد يشتغل ولده هذا يا حمام معاه الله وهو الا البنت هذا. بداية مرض الطفل نسمي منذ الولادة، وقال الأطباء وقت ولادته أن الطفل يعاني من ضمور في الدماغ ويجب أن يأخذ أدوية، لكنهم لم يعطوها الأدوية في وقتها. أختي أم نسمينة، حابة أسألك كيف كانت بداية مرض ابنك وإيش كانت الأعراض الأولية قبل ما تكتشف أنه عنده ضمور في الدماغ؟ أيوة، بداية الولادة قالوا الولد تعب. إيش كانت الأعراض اللي فيه؟ يعني حمى في رأسه، كان يبكي. كان البكاء بشكل مستمر أو يعني يبكي شوية؟ كان يبكي كثيرا. يعني كان يبكي كثير وفي حمى شديدة. طيب هل كان فيه تشنجات؟ أيوة. وبعدين الدكتور فحصه وإيش قال لك؟ قالوا تعب. وهذا ما فيش يعني ما فيش ظلت نعالجه لما قدوا في 3 سنين نابعنا عليه ساعة مرضية قالوا بين الضمور في الدماء. يعني بدأ المرض يعني فيه عمره 3 سنوات وعمره، وقلت انتي من البداية انه في الولادة بس ما اكتشفش الدكتور ايش اللي كان فيه. ايوة ايوة، يعني لم بعد ما قدوبني 3 سنين. طيب هل قرروا له الادوية وقد عمره 3 سنين وبدأ يستخدمها؟ ايوة. طيب يا عم عبد الله، كيف كانت الاعراض الاولية للطفل نشمي؟ يعني كان بدأ المرض اللي فيه وجع في رأسه وحمى وجلس يبكي، بعدين يعني اسمه يعني ما يعني عالجوا بعد 3 سنين ويعني كان يجيبوا له مضارب يعني بدأ استخدام الأدوية من عمر 3 سنين. عمر 3 سنين يعني، وكان يجيبوا له مضارب المضرب والله ما كذا حتى يعني النظر يعني توقفت ما بش يعني في اليد. يعني اسمه ما عاد الله قلنا يعني جينا نعالجه يلا من هنا ولا من هنا. هذا يعني مثل ما ولا ما هو يصيح يعني يبكي ويتشنى يضرب راسه في الجدار يعني يضرب راسه في فش ما لقى لو يلقى حتى يعني عظيف لا يضرب راسه في العظيف يعني حال. وهو في عمر 3 سنوات تم عمل أشعة مقطعية لرأسه، وقرر الأطباء أن يأخذ أدوية لأن التشنجات زادت بشكل كبير ولا تستطيع الأم شراء الأدوية لصعوبة وضعها. يا عم عبد الله، ليش طيب الدكتور ما قررش لنشمي أدوية من الولادة؟ ليش قرروا له من 3 سنوات؟ أسعفنا يعني أم للمستشفى فكت يعني عملية الولادة بتعبت قوي وبعدين ما عاد الله وكان يعني فكوا له عملية. وبعدين لما يعني عند الخروج والله احنا بنحت عند 10,000 ريال اسمه. بعدين قد احنا خارجين وبيكلمنا الدكتور قال شوفوا قال في عند ابنكم هذا وجع في راسه يكلف يعني كذا يعني 200 يعني عنده مرض في راسه بعد الاشعه اللي فعلها بعد ما ظهر من بطن امه يعني من غير اي فحوصات الدكتور درع على طول شيء من غير شيء قال عندك الوجع في راسه يكلفكم كذا واحنا ما بش معنا. كم يكلف؟ قال يكلف حول 200,000 ما بش معنا. طبعا وقبل 9 سنين كان المبلغ كبير وانتم مش قادر. مش منين احنا بنا عند 10,000 يعني لما نخرج من المستشفى والله ما بعنا الا قصب من حق الذره. طيب هل عملتوا له عمليه او لا؟ لا يعني للولد لا. طيب وليش ما استخدمتش الأدوية من هذاك الوقت؟ ما بش في اليد ما بش يعني يلا نحن خرجنا الوالد من المستشفى حتى يعني لما
تعب ابوه يعني ولا قدرش بعدين انقطعت على العلاج. يعني بين كافح على القوت اليومي والله. كان والد نسمي عامل بالأجر اليومي، وكانت تغطي احتياجاتهم اليومية قبل أن تأتي فاجعة المرض الذي حل به، حيث مرض الأب وبعد الفحوصات اتضح أنه يعاني من سرطان بالغدد الليمفاوية، وأخذ 40 جرعة كيماوية دون فائدة. كان فيها مثل ما أول ما بدأ فيها بدأت في حبة هنا في وجهها سرطان، وبعدين يعني اخذ لها يعني جرافي. يعني كان عنده حبه بوجهه، هل كانت ملتهبه او كانت حبه عاديه؟ عاديه زي الفول ما تتوقعيهاش، وبعدين كبرت وبعدين راح يعني زي الكوره. فين بالضبط؟ اول ما طلعت هنا في وشه. يعني من خارج؟ ايه من خارج، يعني ما تفكرش انها تقضي على حياته. وبعدين يعني مثل اخذت في جسمه كل حتى يعني ونزل الوجع الى صدره. يعني قمله زي الضرع هنا. يعني عنده كان سرطان؟ هذا سرطان يعني اذا قلت يعني قاعد سرطان الغدد الليمفاويه. ايوه قاعد يمكن حول مسكن حول 16، يعني حتى كان ياخذ يعني الوطل هالما يعني ينزل من حلقه كأني امواس شطط يعني حلقه منزل. وبعدين كان يحصل عند الضيق نفسي ساعه يعني للطاقه يضرب الطاقه يبغى يكسرها لما يعني استفتى عليها الهواء مسكين. طيب كم اخذ قرعه كيماويه؟ يمكن اخذ حول 40. هل كان في تحسن او لا؟ لا في تحسن، ما في الا يعني كل جرعه اشط حتى لو ما نحن يعني فرق ولا الناس من السعوديه ومن هنا ومن هنا لو ما سعفنا الى مصر. سافر الى مصر بعد ان تدين من الناس وساعده بعض من فاعلين الخير، لكنه في حال وصوله توفي بعد إجرائه للعملية في رقبته وبطنه، لكن القدر كان أسرع ومات على الفور. يعني تدينتوا لما علشان يسافر؟ تدينا نعم، تدينا ديون يعني آلاف والله، تدينا آلاف على لي يعني ما حصل من المساعدة من الخارج. بعدين قالوا سكنا لها مصر كم بر يمكن أسبوع فقط، فشطوا العملية من هنا للغداء وشطوا عملية من هنا من بطن من نازل يعني واتوكل على الله 5 أيام. والدة نجمي لا تستطيع أن تكمل علاج ابنها الصغير، حيث ازدادت التشنجات به وأصبح لا يستطيع النوم ويستمر بالبكاء لوقت طويل وأيضا توقف في نموه، إضافة إلى عدم قدرته على الكلام والنظر، ولا يستطيع الأكل إلا بصعوبة ويحتاج للحفاظات يومياً، لكن الظروف تمنعهم عن توفير أبسط متطلباتهم. يعني الظروف يعني صعبة شوية معنا. أيوة لأنه أبوه كان طبعاً مريض سرطان، والسرطان طبعاً مكلف علاجه، والطفل محتاج علاج. الطفل محتاج علاج وجدت ما بش معه جدت الشيء. طيب هل هذا سبب للطفل مضاعفة؟ مضاعفات ايه مضاعفات خيرت يعني في مرضه يعني يصيح زي ما تقولي يتكع على الارض يتكع على الجنة. يعني زادت التشنجات؟ التشنج حتى ما 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 ما, ما يرقدش. طيب اختي ام نشمي، انت ايش تعاني من امراض؟ ايش فيكي؟ السمع. ايوه ايش ماله السمع؟ يعني حاجه يعني ما يسمع. يعني عندك ضعف في السمع؟ ايوه. من متى؟ من برد. يعني من وانتي صغيرة؟ أيوة. طيب هل تحتاجي سماعة؟ نعم. وتكلفتها كبيرة أو يعني ليش ما اشتريتيهاش؟ أيوة يعني عشان تكلفتها الباهظة. أيوة. وانتي الآن تحتاجي سماعة على أساس ترجعي تسمعي؟ أيوة. كم عليكي ديون متراكمة؟ 300 حق إيش؟ يعني مصاريف اليومية أو مصاريف العلاج؟ مصاريف حق العلاج حكا يومي. يعني مصاريف اليومية الأكل والشرب والعلاج وكل شيء. أيوة. وتحتاج أيضا لمشروع صغير يخفف عنها وعن والدها قسوة الحياة، ولتوفير لقمة العيش، وأيضا علاج طفلها الذي أنهكه المرض. وانت حاليا ايش تحتاجي؟ هجينا يعني علاجات لابني سافر بها الخارج
يعني هكا العلاجات حفاضات للولد بشكل يومي. طيب هل تحتاجي يعني مثلا مشروع تسوي خياطة، مركز تجميل أو كذا، يعني على أساس أنه تشقي على عيالك؟ أيوة. يعني أنت تتمني كذا؟ أيوة. على أساس أن أنت يعني تخففي الحمل شوية عن أبوك وتعتمدي على نفسك؟ أيوة. وتدرسي بنتك طبعا، وابنك يسافر الخارج ويتعالج؟ أيوة نعم. أيوة أتعالج ابني وأدرس بنتي. هذه الأسرة البسيطة تتمنى أن يعيشوا حياة كريمة خالية من المرض والأوجاع، فالأمل بكم كبير وبالله أكبر. والله رسالة يعني كذا يعني مثل ما يعني يفعلوا خير يعني في علاج الولد هذا، وزي ما تقولي وأنا قد عمري كبير ويلا ما تعورني ركبي ما عاد بش يعني استطاع للعمل، يعني أرجو من فاعلين الخير يعني ينظروا لهذا البنت هذه والولد حق هذا العام يعني، والديون يعني ما فيش يعني سمعتي ما نقدر نقاضي ديون هذا. يعني أي فعل خير جزاه الله خير يعني في الدنيا والآخرة. إذا مشاهدينا تستطيعوا تتواصلوا مع الحالة عبر الأرقام 7233977054 7733977054. إذا مشاهدينا أيضا الأرقام حتظهر أسفل الشاشة للتواصل مع الحالة والتعاون معهم. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن حالتنا الثانية لحلقة اليوم، لكن بعد الفاصل.